مشاهدين، تعتبر الدعاية والإعلان والتسويق للمنتج السياحي من أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في أي دولة سياحية. ولكن كيف نقوم بالتسويق السياحي للأقصر وأسوان وللسياحة الثقافية والتاريخية؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء مع مستر أحمد درويش، مدير السياحة والتسويق بإحدى الشركات السياحية. مستر أحمد، أهلا بك معنا، منورنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا فندم، بنور حضرتك، تسلم يا فندم. مستر أحمد، بما أن حضرتك بقى مدير السياحة والتسويق يعني في إحدى الشركات السياحية، أخبار السياحة إيه هذه الأيام؟ الحمد لله الأيام دي ابتدت تشتغل كويس جدا، الحركة معانا ابتدت تشتغل كويس عن السنين اللي فاتت وعن اللي احنا كنا شايفينه السنين اللي فاتت. الحمد لله السنة دي ابتدت تشتغل كويس أكتر والدنيا بدأت تمشي كويس الحمد لله. يعني نقدر نقول الحمد لله يعني موسم واعد بإذن الله. طبعا وفي خير إن شاء الله بعد كده، وفي خير جاي ولسه إن شاء الله نتمنى إن الخير يعني يجي أكتر. نسبة الإشغالات في الأقصر أسوان يعني في المجمل كده حوالي كام في المتوسط؟ يعني ممكن نقدر نقول دلوقتي بالنسبة للأجانب والمصريين، يعني عموما بالنسبة يعني للمصريين وللأجانب، يعني كله مثلا نقدر نقول دلوقتي ابتدأت تشتغل معنا في 60% تقريبا أو 50% الفترة دي. بعد الاحتفال بالكريسماس ورأس سنة. بالضبط، ده وضع طبيعي يعني بعدها على طول الحركة. طبعا الوضع بيبتدي يقل شوية وبعد كده بنبتدي ندي تاني من فبراير. من فبراير طبعا، ونبتدي طبعا عشان الاجازات نص السنة والاجازات بتاعت المدارس والحاجات دي كلها، طبعا بنبتدي نشتغل تاني ونرجع تاني. طب اكتر الجنسيات الاجنبية الموجودة في الأقصر واسوان حاليا؟ اكترية الجنسيات اللي موجودة بيبقى اللي هو الاسباني والفرنساوي، واغلبيته برضو الايطالي ضعيف شوية. المصري طبعا موجود طبعا معانا دايما. قبل ما نتكلم عن المصري، السائح الاوروبي او السياحة زمان مش زي زمان طبعا بعد الانهدار، طبعا بعد الثوره وبعد اللي احنا كنا فيه والانهدار السياحي اللي احنا كنا فيه، ابتدينا ان احنا نقوم واحده واحده. و اكتر من ثوره يعني 2011 2013 بعدها الكورونا بالظبط كده. فطبعا ابتدينا ان احنا نقوم واحده واحده تاني، ابتدينا نشتغل تاني. كنا احنا في انهدار يعني ما كناش يعني كان في مراكب كتيره كانت بتبقى واقفه وما كانش في حد بيبقى شغال كتير، لان ما كانش في اهتمام بالسياحه زي زمان. دلوقتي ما فيش، يعني دلوقتي ابتدينا ان احنا بنسوق ذاتيا، احنا اللي بنبتدي نشتغل ونسوق على نفسنا احنا. يعني ما كانش يعني كشركات السياحيه بره مصر او جوه مصر، بان احنا بنشتغل بنبتدي ان احنا نسوق لنفسنا، لان احنا طبعا بنبقى عايزين. ان التسويق السياحي بيقع حاليا على عاتق الشركات السياحيه نفسها، طبعا هي اللي بتسوق لنفسها. طبعا
طبعا مش زي زمان ان احنا كنا بنعمل في التلفزيونات المصريه. كان زمان كان يجيب لك عن الاقصر واسوان وعن البحر الاحمر وعن الحاجات دي كلها، وكان الناس كانت بتشتاق ان هي تجيلنا هنا كتير جدا. لا ده داخل مصر، ده السياحه الداخليه. طبعا. وعلى فكره احنا يعني اهو مع حضرتك وبرنامج مصري في التلفزيون المصري، وبنتكلم عن السياحه وبنسوق للسياحه. تمام. ايوه طبعا. بس احنا طبعا يعني كنا زمان الاول كنا بنعمل دعايه كويسه جدا لنفسنا هنا، وكنا بنعمل الحاجات دي كلها. دلوقتي دعايه خارجيه. طبعا. انت تقصد بره مصر؟ لبره مصر وللمصري. طبعا. اللي بره مصر وللمصري. احنا دلوقتي احنا اللي بنعمل ده بنفسنا احنا. يعني طبعا بعد انتوا بتعملوا ايه علشان تسوقوا للسياحه المصريه او للسياحه الثقافيه والتاريخيه في الاقصر واسوان؟ احنا السياحه الثقافيه دلوقتي اكتريه انتشارا دلوقتي في الانترنت والفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي كلها، طبعا ابتدت ان هي تنتشر مع الناس اكتر. لان هو دلوقتي التواصل الاجتماعي حاليا الكتروني اكتر من زمان. كبير يعني. طبعا احنا زمان لما كان قبل طبعا الفيسبوك ما يشتهر والحاجات دي، طبعا احنا كنا بننزل مثلا اعلاناتنا في الليل ده المصري طبعا، او كان بينزل الجرايد والحاجات دي كلها، فكنا بننزل الاعلانات بتاعتنا والحاجات دي كلها موجوده في الجرايد والحاجات ديت. لكن دلوقتي طبعا مع انتشار الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والحاجات دي كلها، طبعا ابتدات الناس ان هي تتسوق او تنزل الحاجات عن مصر كتير. عسل سكر انت هنا شمع هنا نبا، عسل سكر انت هنا شمع هنا نبا، السامح ولدي السامح زولي، السامح ولدي السامح زولي، عسل معروف يعني يمكن الدولة بتقوم بتسويق الأماكن الأثرية، الأماكن السياحية في الأقصر، في أسوان، في الغردقة، في القاهرة، في كل مكان في مصر، من خلال حضور المؤتمرات السياحية العالمية، البورصات السياحية العالمية، وهيئة تنشيط السياحة كمان بيكون ليها دور كبير خارج مصر. يعني أنتوا كشركة سياحية بتحضروا أو بتهتموا بحضور هذه المؤتمرات السياحية أو البورصات السياحية العالمية زي بورصة برلين، بورصة مدريد، بورصة لندن وهكذا يعني؟ تمام. الحاجات دي طبعا كانت يعني البورصة والحاجات دي كانت زمان كانت الناس كانت بتتابعها كتير جدا. دلوقتي الوقت الحالي محدش بيتابع البورصة يعني دلوقتي في الحاجات العالمية، ولا ما حدش بيتابع أي حاجة من الكلام ده، لأن الانتشار الإلكتروني زي ما قلت لحضرتك إن هو برضو معلش يعني اسمح لي برضو يعني البورصات السياحية دي بتحضرها كبرى الشركات السياحية العالمية المصدرة للسياحة أو يعني اللي واخدة توكيل للسياحة مثلا الفرنسية، كل شركة ولو تخصصها أو الأوروبية. فبيكون لها دور هام يعني بالتأكيد يعني. احنا حتى مصر دايما بتحرص على الحضور في هذه البورصات السياحية بجناح مصري شامل يعني
بيضم السياحه الثقافيه والتاريخيه والترفيهيه. ده احنا دلوقتي اللي احنا بنعمله هو كان زي ما قلت لحضرتك كان زمان كانوا بيبتدوا يهتموا دوت، دلوقتي الناس هي اللي بتبتدي ان هي تهتم بالبورصه او اصحاب الشركات هي اللي تهتم بالحاجات ديت. ان هي يروحوا يشوفوا مثلا زي بيروحوا مثلا زي البرلين او بيروحوا مثلا في اسبانيا المؤتمرات دي كلها ابتدوا هم اللي بيروحوا. زمان ما كانش كان يجي يقول لك الشركات موجوده لا يلا احنا نشتغل مع بعض، كان في تعاون زمان عن دلوقتي. بس طيب وسائل التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك او التويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بتستثمروها ازاي في الدعايه والاعلان والتسويق للأقصر وأسوان أو التسويق لمصر عموما سياحي؟ احنا مثلا لو بنيجي هنسوق مثلا على الأقصر وأسوان بنبتدي أولا بنيجي بننزل الإعلان بتاعنا على صفحات الفيسبوك بيبتدي ينتشر للفئات المصرية أو بره مصر. تمام، يعني بننزل مثلا على الحضاره المصريه، بننزل مثلا زي معبد الاقصر، زي معبد الكرنك، زي معبد حتشبسوت، بننزل الحاجات ديت، فالناس بتشتاق للحاجات دي زي بتاعت زمان. فدلوقتي احنا ابتدينا ننزلها تاني للصفحات بتاعتنا. ما هو بتنزلوها برضو يعني الزباين نفسهم بيتكلموا عن جمال مثلا مصر، بيتكلموا عن جمال الاقصر، عن جمال اي زبون يعني اللفظ اللي هو الزبون الدارج يعني اي سائح، ولا بيكون في مشاهير يعني مثلا يكون صحفي اجنبي كبير مشهور، فنان مشهور؟ لا مش شرط، لا مش شرط ان انا اتواصل مثلا مع حد مشهور او لا مش شرط ان انا اعمل كده، لان احنا بنعمل سياحه لبلدنا، بندي ثقافه لبلدنا. في ناس من المصريين كتير ما كانوش يعرفوا حاجه عن الاقصر واسوان وعلى بلدنا وعلى الحاجات الجميله اللي في بلدنا، ما كانش حد بيعرف الحاجات ديت. دلوقتي بعد الانتشار والتسويق الالكتروني الناس كتيره جدا بتسمع عنها، ايه ده لا انا ما رحتهاش، لا انا لازم اروح اشوف الحاجات والجمال والحاجات الجميله اللي في بلدنا. الناس بدات تعرفها، وكانت الناس من المصريين كتير ما كانوش يعلموا. يعني افهم من كده ان في شركات يعني في الشركات السياحيه او معظمها بيكون في موظفين مسؤولين عن التسويق الالكتروني؟ طبعا هم متخصصين للحاجات ديت، متخصص ان هو يبقى لردود الناس. يعني حتى برضو بيبقى الصفحات اللي هي الفيسبوك والحاجات ديت في ناس بتبقى قاعده بتبقى متابعه الصفحه بتاعتنا، الكومنتات لو مثلا عايز يحجز عايز يعمل الحاجات دي كلها. يعني انا مثلا واحد من ضمن الشركات انا بتابع الصفحه بتاعتي 24 ساعه لاي جيست يكون متواجد او يجي يخش مثلا عندي على الصفحه بتاعتي، يجي انا عايز مثلا استفسار كذا بيترد عليه فورا، في رد عليه على طول، مش بيبقى متاخر معاه او الحاجات دي، لا بيبقى في رد عليه طول دايما معاه. وديت اللي بتنجح شويه التسويق اللي هو الالكتروني او على الصفحات الالكترونيه، بتبقى الرد دايما على الجست ما يحسسك بالاهتمام بتاعه، ما يحسسكش ان هو سؤال عابر وخلاص. I'm sorry.
تحصل زي حالك ربي وأنا سؤال دايما يعني بيتردد يعني ان مصر تمتلك كل مقومات الجذب السياحي، تمتلك كل مقومات نجاح صناعة السياحة، ومع ذلك يعني بالمقارنة بدول مجاورة لنا في منطقة الشرق الأوسط لا تمتلك ما نمتلكه من مقومات سياحية، لكن نسبة الإشغالات عندها ونسبة السائحين اللي بيزوروها أكتر من عندنا بكتير. يعني السبب، هل ده راجع للتسويق يعني هم بتفوقوا علينا في التسويق، ولا راجع لمستوى الخدمة اللي هم عندهم، ولا ايه السبب؟ يعني مش بيبقى برضو بالشكل دوت. هي الحتة برضو اللي احنا بنتكلم فيها ان احنا عندنا احنا هنا بساعات بيبقى في فروقات في الاسعار شوية. في بعض الشركات ممكن تغلى اسعارها، اسعارهم اعلى ولا احنا اسعارنا اعلى؟ لا، ممكن هم اصلا بيبقى اسعارهم ارخص مننا بشويه، اسعارهم ارخص، لكن في شركات عندنا هنا في مصر بتنزل سعرها بيبقى متناول في السعر المصري، وفي شركات بتعلي سعرها يجي يقول لك لا انا ممكن اطلع بره احسن. ده طبيعي ان هو يجي في نسبه وتناسب. يعني هيجي يقول لك مثلا سي مثلا هيجي يقول لك انا ممكن اطلع لبنان بسعر اللي انا هطلعه هنا في مصر، لا طب ممكن اشوف شركه تانية. في ناس بتبتدي تدور، بتبتدي ان هي تشتغل على دوت، ان هي بتشوف شركات تانية وبتيجي، بتبقى عايزه تيجي تشوف بلدها، مش عايزه تطلع بره. بس انا يعني انت شايف الافضل لينا نحن ننزل بالاسعار ولا نطلع بالاسعار، نرفع بالاسعار؟ خلينا في المتناول، مش نطلع او ننزل بالحاجات دي. احنا كل حاجه احنا لو نزلنا بالاسعار اكتر من كده هيجي لنا سائح نوعيه من السائح يعني غير منفق. احنا ولا نطلع ده في نظريه بتقول كده، لكن لو رفعنا الاسعار هيجي لنا السائح المنفق او الريتش. يعني لا نطلع ولا ننزل بالاسعار. احنا عندنا هنا في مصر او مثلا عندنا في الاقصر واسوان عندنا احنا بنتعامل مع الجست المصري زيه زي الاجنبي. فالاسعار ما هي دي بترجع للسعر اللي هو بيدفعه. يعني مثلا هو بيدفع الفلوس ديت او بيدفع المبلغ بتاعه، فبيجي بيشوف السيرفيس بتاعنا هنا احلى يقول لك انا كويس ان انا جيت هنا ما طلعتش بره. فالمتناول السعر، مش ولا نطلع قوي ولا ننزل قوي. لا، ما احنا مش نوصل لدرجه ان احنا خلاص يعني. لا طبعا. شايف يعني احنا طبعا في بدايه الموسم، شايف يعني هنكمل هذا الموسم بنفس المستوى ولا الريتم هيعلى معانا؟ الريتم هيعلى معانا. ونسبة الإشغال هتزيد. طب أكثر الأسواق السياحية الجديدة اللي هنشوفها في الأقصر وأسوان خلال الفترة اللي جاية، هتلاقي الأسباني ابتدى هينزل بأكتر. طبعاً. إيه عند حضرتك الشارتر هو على فكرة يعني. طبعاً في الأقصر وأسوان الشارتر مباشر من مدريد. بالظبط كده. إحنا برضو من ضمن الشركات اللي بتنزل الفيلات الأسباني برضو هنا. الفرنساوي برضو هيبقوا كده برضو عشان بشرة خير لل كتير. بالظبط يعني يعني الشرط هيبقى يعني طيارتين في الاسبوع ولا نفس الطياره؟ لا اكتر كمان، طيارتين من الاسبوع. احنا نتمنى ان يبقى اكتر من 3 طيارات و4 طيارات يعني زي زمان، ونرجع زي زمان ان احنا ننزل اكتر من كده. طبعا الفرنساوي الاسباني اللي هيبتدي يشتغل معانا، ابتدى الامريكان ابتدى بنسبه شويه ابتدى ينزل. خلينا في الشارتر برضو لانه مهم يعني. احنا عندنا حاليا شارتر اسباني، تمام مش كده؟ مظبوط.
الدول التانية يعني اللي محتاجين يكون فيها برضو شارتر مباشر زي الألمان؟ من شارتر الألمان. طب ايه المشكلة ان احنا ما يعني ما نزودش الشارتر في هذه الدول يعني؟ والله بس يعني زي ما احنا عندنا شارتر اسباني. في ناس يعني زي ما احنا بنقول مثلا في ناس بتبقى خايفة شوية من الناس ان هي برضو زي حتة الكورونا اللي يقولك احنا لسه شغالين برضو في الكورونا وفي ناس لسه بتبقى خايفة ان هي تنزل او الحاجات دي كلها. بس الناس لما بتنزل هنا ولما بتسوق برا ايا كان الجنسية ايه هو ده بيدلنا طبع كويس للناس لما بتبتدي تنزل معنا. يعني مثلا يعني الالمان هيقولك دلوقتي لا انا مش هقدر ان انا افتح الشارتر عشان خاطر مثلا انا ممكن ما اكملش العدد بتاعي او ان انا المصاريف بتاعتي مثلا بتاعت الطياره مش هتجيب مثلا حقها. لا انا ممكن هنزل انديفيدوال دلوقتي هبتدي اشتغل الحاجات ديت وبعد كده نبتدي نفتح الكلام دوت لان في ناس بدات تخاف شويه من حته السائح الانجليزي. اللي سائح الانجليزي ابتدى يعني هو ابتدى بحته ضعيفه قوي بضعف. الياباني شويه الياباني ابتدى يشتغل شويه الياباني ابتدى يشتغل شويه بس مش زي زمان. مش ليه بقى السبب؟ طبعا هو برضو نفس زي ما قلت لحضرتك برضو حته والناس برضو خايفه من حته ان هم ينزلوا الحاجات دي كلها ف ده برضو ابتدى يتواصل. يعني احنا مثلا الياباني ابتدى ينزل الحجوزات عموما الحجوزات حاليا خلال الفتره الحاليه مطمئنه يعني؟ لا تمام مطمئنه جدا تمام. يعني احنا طبعا عندنا حجوزات للشهور اللي جايه مقفله مراكب. مقفله مراكب Time to fly.
ياسر احمد كمدير للسياحه والتسويق في احدى الشركات السياحيه. ايه الصعوبات اللي بتواجهك في عملك او المعوقات في السياحه عموما؟ كبلد الاقصر واسوان ولا عموما؟ عموما او خلينا في الاقصر واسوان علشان انت بتشتغل في الاقصر واسوان. تمام. يعني البنيه التحتيه من ناحيه في حته المراسي التسويق سلوكياتنا مع الناس محتاجين وعي سياحي اكتر اكتر من كده، لان دلوقتي طبعا احنا بنشتغل، يعني احنا دلوقتي تنزل المراسي، المراسي مش محتاجين اهتمام اكتر بالمراسي. طبعا يا فندم احنا محتاجين طبعا اهتمام اكتر بالمراسي، لان الجست بتاعك بينزل عليها لا قدر الله، ممكن الجست بتاعك ممكن يقع بسببها او يتكسر بسببها، ده ضيف عندك، ده طبعا بيبقى شيء مش كويس بيبقى بالنسبه لك. لا احنا محتاجين اهتمام بالمراسي بالبنيه التحتيه بتاعه بلدنا، تطوير اكتر. طبعا. والمشاكل الاكتر اللي بتواجهنا ان احنا بنشتغل في وقت الموسم. يعني احنا بنبتدي نشتغل في الحاجه وقت ما الموسم يبتدي يشتغل، يعني التطوير والتجديد والكلام ده كله يتم قبل الموسم. نكون جاهزين يعني بالظبط كده عشان يجي احنا محتاجينه، لان احنا كشغلنا يعني انا مثلا كاداره سياحه بنيجي بنعمل ايه عشان نيجي نبتدي ان احنا الزبون بيجي بنحضر المركب بتاعتنا، بنحضر له الغرفه بتاعته، بيجي عشان يبقى لاقي يعني وسائل الراحه بالنسبه له. بحاجة صغيرة زي ما احنا بنقول كده بالمصري، بنعمل التورتاية وبنملى عليها شوية رمل. لكن احنا محتاجين تطور طبعا على المراسي الحاجات دي كلها طبعا. يعني في النيل كده من الأقصر وأسوان مشكلة التكريك انتهت؟ الشحط المراكب؟ لا بصراحة يعني احنا بقالنا يعني احنا بصراحة بسم الله ما شاء الله هم شغالين يعني بقوتهم بصراحة، ان احنا ما فيش حد مثلا بيشحط كتير او الحاجات دي كلها. الملاحة طبعا الناس الملاحة طبعا ديهم التقدير والشكر طبعا ان هم بيقدروا ان هم يدولنا الوسائل السير في المية، ان احنا ما نقدرش نقف زي سنة من السنين احنا كنا بنقف في كومبو، ما كناش بنقدر نخش أسوان، ما كناش بنخش نقدر نخش الأقصر، ما كناش بنقدر نخش في الأماكن ديت. لا هم شغالين دلوقتي كويس، يعني قلة الشحطات اللي هي بتاعت المراكب اختفت تماما الحمد لله، بقى قلة جدا لما بتلاقي مراكب ان هي ابتدت تشحط بتاع الكلام دوت. طيب لو قلت لك يعني صور سلبية كنت بتشوفها في يعني في المجال السياحي تتمنى ان هي تختفي تماما هذا العام؟ يعني عايزين نبقى الناس تعمل ثقافتنا اكتر، تشوف الثقافة اكتر بتاعت بلدنا، تهتم بالثقافة بتاعتنا، نشوف جمال بلدنا. بلدنا جميلة جدا، فيها خيرات الله، يعني ناس كتيرة بتجيلك من بره عشان خاطر تشوف الحاجات ديت. يا ريت احنا نهتم بالحاجات ديت زي ما قلت لحضرتك، الموضوع المراسي، احترام البعض، احترام البائعين اللي موجودين طبعا، احترام الضغط على السائح، طبعا من الناس البائعين، نهتم بالوعي السياحي طبعا يعني نهتم بالناس ديت، لان دوت بيرجع لمنظرنا وشكلنا احنا. احنا يعني لما يجي متفائل مستر احمد بتعافي السياحه مره اخرى؟ طبعا متفائل جدا طبعا، ان شاء الله احنا داخلين على خير وحاجه كويسه جدا ان شاء الله، والدنيا تبقى كويسه بعد كده بامر الله، يعني الله. حاجه كويسه ان شاء الله، ونتمنى التوفيق من ربنا طبعا، ثم الناس بقى طبعا المسؤولين اللي معانا. مستر احمد درويش مدير السياحه والتسويق باحد الشركات السياحيه، بشكر حضرتك فندم على هذا اللقاء، بتمنى لك وبتمنى لكل العاملين في الحقل السياحي كل النجاح وكل التقدم. شكرا فندم. شكرا جدا لحضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا.
te digo adiós porque es lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu amor? Ya no aguanto más todo ese dolor. Ay, me muero sin tu amor. Amor, 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 amor. Ay, no siento tu calor. Te duele tanto tu rencor. أعزائي المشاهدين، بكل الحب التقينا وبكل الحب نترككم، سعدنا بكم ونتمنى أن تكونوا قد سعدتم معنا. شكرا لكم وإلى اللقاء في نفس الموعد من الأسبوع القادم، ولقاء جديد وحلقة جديدة وبانوراما سياحية. Vamos, vamos.